مفاجأة مفاجأة، صفقة مفاجأة. جاستون سيرينيو معروض للبيع في سان داونز، هو واللاعب ده وفقا لذا افريكان، ذا ساوث افريكان، صحيفة ذا ساوث افريكان اللي بتتكلم في هذا الامر، فبتقول لك ان هو معروض للبيع، وان هم خلاص يعني ما بقاش اللاعب اللي هو يعني جامد عندهم. فده وان هم هو وبنجالس ومهارو، صحيفة ذا ساوث افريكان بتقول لك ان جاستون سيرينيو وبنجالي سوماهورو معروضين للبيع، لان خلاص فقال لك دول احتماليه الرحيل عاليه في نهايه الموسم. ده اللي الاهلي كان عاوز يجيبه، اوعى يجيبه. عاوز تجيب، تجيب لويس ميكيسوني بتاع سيمبا، افضل منه 100 مره واصغر منه سن، ولاعب سابق قبل كده في سان داونز ومشوه، او تجيب كيجان دول بتاع مونبلييه اللي انت كنت عاوز تجيبه، او تمشي حسين الشحات. الصحيفه بتاعت ساوث افريكا تقول ان سان داونز عاوز حسين الشحات، دي صفقه مفاجاه، صفقه مفاجاه. بنتمنى ان النادي الاهلي يستجيب لبيع حسين الشحات لسان داونز، لبيع حسين الشحات لسان داونز. صحيفه ذا افريكان، ذا ساوث افريكان بتقول ان حسين الشحات مطلوب في سان داونز. قبل كده حسين الشحات قال ما صدقناش، قال لك انا عندي عروض من افريقيا ومن الامارات ومن السعوديه. طب خلاص، يبقى هنا للنادي الاهلي ان هو يستفيد ماليا من بيع حسين الشحات، لان حسين الشحات واحد من اشعله فتنه شيكابالا في مباراه القمه، ما عندوش عقل، ما عندوش تفكير، مش بيفكر يعمل ايه. فبالتالي العرض ده لو صح هيبقى مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهلي في ان هو يبيع حسين الشحات، او ربنا يهدهولنا بقى في يعني ويبقى مؤثر يعني، لان انا ما بشوفوش بيعمل حاجه غير انه بيفكل البتاعه دي اللي على ايده ويرميها وخلاص. فبرضه من ضمن الصفقات المفاجأة اللي الأهلي بيتكلم فيها صفقة عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد المسؤول في النادي الأهلي قال لي لا، ده عقده بينتهي بنهاية هذا الموسم ويحق له التفاوض مع أي نادي، كده بقى لاعب حر، أنت مش شاريه من النادي المصري. بينما سمير بيحلبية رئيس النادي المصري قال لي لا، عقده باقي فيه الموسم المقبل، عقده باقي فيه الموسم المقبل. مصطفى محمد عمل جولين حلوين امبارح في ريزا سبورت. عقده باقي فيه الموسم المقبل. فهنا هل بقى النادي الاهلي يخش بجديه وخلاص مع عمر كمال عبد الواحد؟ كمال عبد الواحد اللي هو ابوه اللي هو مخطط الاحمال واخصائي التاهيل في المنتخب الاولمبي، من ساعه ما قلت له عاوز مداخله معاك تتكلم في كل حاجه، وقال لي استاذن شوقي غريب والراجل خايف وقلق، وقال لك انا ماليش علاقه بالموضوع ده. انا بقى مش دوري ان انا اقول لك ان لا اللاعب كويس ولا مش كويس. اللاعب هداف ومهاجم، ووجهه نظري لاعب مميز، لكن بقى فرق رهيب جدا بين المميز في المصري وفي الجونه وكده، وبين اللي يجي النادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي والضغوط اللي بيتعرض ليها في النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لك واحد بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله. النادي الاهلي بيمتلك امكانيات فنيه عاليه، عنده اصابات للاسف الشديد، للاسف الشديد. علي معلول وحمدي فتحي مش هيلحقوا المباراه التي ستقام مساء السبت، مساء السبت باذن الله، باذن الله مساء السبت ستقام المباراه التاسعه مساء. فعشان كده النادي الاهلي قافل ودانه عن اي كلام تاني بيتقال بره ومركزين في الفرقه. وللاسف ايضا لن يلحق بالمباراه لا علي معلول ولا حمدي فتحي، وهيلحق بالمباراه ان شاء الله جونيور اجاي. جونيور اجاي نزل التدريبات وبقى زي الفل، وربنا يوفقه ان شاء الله مع زمايله. هل بقى المدرب هيستعين بيه ويدفع بيه ولا لا؟ ده امر سيعود الى مستر بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني عنده اشكاليه كبيره جدا الان فيها ومحتار فيها، اشكاليه الباك ليفت. هو شايف ان ايمن اشرف في مباراه القمه لم يكن ايمن اشرف ما قبل الاصابه، ما قبل الاصابه، فالان من اشراك ايمن اشرف وبيفكر في محمود وحيد، وبيفكر في محمود وحيد. هتيجي تسالني انا اقول لك وانت مغمض خد ايمن اشرف. ايمن اشرف لعيب راجل، لعيب ملتزم، لعيب قائد في الملعب، لعيب ممكن يبقى طالع من الاصابه فما كانش هو في ما كانش مستواه 100%، كان 60 65%، ثق انه يعمل في المباراه باذن الله، يرجع لمستواه ولفورمته ونشاطه في مباراه سان داونز باذن الله. مستر موسيماني ايضا
كان عنده انا بقول لك اللي بيحصل اللي بيناقشوه والاحتماليه الكبرى ايه. برضه جه قلب الدفاع قال مين يلعب جنبي بدري بنون، هل العب برامي ربيعه ولا العب بياسر ابراهيم ولا تكون المفاجاه في محمود متولي والعب باتنين عاقلين ورا، اتنين عاقلين ورا بدري بنون ومحمود متولي. بيتكلموا في الجزئيه دي لان لاعبي صن داونز عندهم سرعات عاليه جدا، عندهم رشاقة، عندهم مرونة، عندهم خفة في الحركة، عندهم قدرة على التسديد على المنافس يعني. ومفاجأة محمد الشناوي، فعشان كده محمد الشناوي لازم أمركز بقوة ونتمنى أنه يستعيد مستواه وخطورته العالية، خاصة في التسديدات بعيدة المدى اللي بقت سهلة في الدخول إلى شباكه مش القريبة المدى. يعني تسديد شيكابالا ما شاء الله عملها، بتاعت فرجان اللي عايش عليها فرجان وعايش عليها الزملكاوية بحكم أنك أنت اتعادلت في مباراة قمة مش كسبت. يعني أنت خسران في قمة أفريقيا وخسران في قمة الدور الأول وتعادلت مع الأهلي عمال أفراح وليالي ملاح. إن دل هذا على شيء فيدل على عظمة النادي الأهلي وعلى القصور في فهم ووعي من يقودون الإعلام الأبيض. لكن جماهيره جماهير محترمة وعظيمة. أنت عامل فرع عشان اتعادلت. أمال لو كسبت طبيعي إن دول قطبي الكرة المصرية، ده يكسب وده يكسب وده يكسب وده يكسب. ونشوف منافس. لكن عشان اتعادلت عامل افراح وليالي ملاح يقول لك لا فرجاني اساسا مش هيمشي بعد ما جاب الجون. ايه يا عم القصور في في الفكر والفهم ده يا عم؟ ايه القصور في الفهم والفكر ده يا عم؟ المهم مش ده موضوعنا. فمحتار مستر بيتسو موسيماني يلعب بمين؟ هل يلعب برامي ربيع ولا ياسر ابراهيم ولا محمود متولي؟ وجهه نظر انا ان هو هيختار في الاخر رامي ربيع. ليه؟ رامي ربيع بقى رجله في الملعب، شايل، عنده قوة، أخطاؤه قليلة، بيطلع يكمل ورا الفراودة، بقى هيدرز قوي. ماتش اللي فات بتاع الزمالك له ضرب الجزاء في اللمسة الأخيرة لما اتفرمت رجليه، وهكذا وهكذا. فهنا اللهم صل على محمد. دي 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 يعني وجهة نظر أنا. يبقى رامي ربيعة مش ياسر إبراهيم ومش محمود متولي، لكن هو كمدير فني وعارف امكانيات المنافسين وعارف ازاي يلعب، هنشوفه يعمل ايه. بس انا وجهه نظري نلعب برامي ربيعه مع بدري بنون، محمد هاني ثابت، والسوليه وديانج ثابتين، قفشه ثابت، يبقى الطرفين والشق الهجومي. انت بتلعب عشان تكسب مباراه الذهاب عدد وافر من الاهداف، يعني اللي يطمنك تطلع كسبان 3 مثلا 3-0، فلازم تضغط هجومي. هتلعب يا سيدي 2 بس بتلعب فرقة كبيرة، بتلعب فرقة كبيرة وفرقة خطيرة. عندك هل بقى تلعب بنفس التشكيلة الشحات وطاهر وأيمن أشرف ومحمد شريف؟ أنا وجهة نظري لا. وجهة نظري لازم يبقى عندك جناح يا صلاح محسن ومحمد شريف وأمرنا لله في الشحات، أو يلعب طاهر مكانه، أو ينزل شريف ويطلع وينزل شريف مكان الشحات وبيبقى بيلعبها من هنا حلوة قوي، ويبقى في الهجوم وولتر بواليا لانه نظرا بيمتاز بالقوه والضغط على المنافس وما الى ذلك، ويبقى انت عملت شكل حلو. لكن هتلعب بطاهر والشحات وشريف يبقى انت ما غيرتش حاجه. لازم تلعب وتديني احساس الشحات لازم يريح. الشحات لازم يريح. بقالنا سنه عمالين نقول يا شحات يا شحات شد حيلك. فانت النهارده بتلعب مباراه زي دي عاوز تكسب. تلعب باتنين بقى. بواليا وشريف، شريف او وصلاح محسن يلعب مكان طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر يروح مكان حسين الشحات. ده مش ماتش حسين الشحات، ولا حسين الشحات لازم يستفز عشان يدي ويبدع في الملعب. كفايه انه عمل مشكله من لا شيء بحلقه طلعها مع مهيب عبد الهادي، وكلنا متضامنين مع مهيب عبد الهادي ضد الحمله الشعواء ونشر تليفوناته على السوشيال ميديا. ماشي، فده لازم يبقى في فكر بقى عند مستر موسيماني. هذه المباراة صن داونز هي مباراة استمرار أو رحيل بيتسو موسيماني، مش نهضة بركان أو القرار النهائي في الإدارة، في الإدارة. لأنك أنت النهاردة ده فريق أنت حافظه، كسبنا بالشغل اللي أنت عاوزه، بالطريقة اللي أنت تشوفها، بالكيفية اللي أنت ترضيك. ماشي، لأنك أنت النهاردة ده موضوع مهم وعنق زجاجة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة. بالنسبة للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة.
فاللي انا بقوله ان المباراه دي فاصله عند موسيماني، فلازم في الشق الهجومي يبقى هو عنده فكر وضغط هجومي. لو لعب بالشكل المثالي ده طبعا بقى محفوظ موسيماني، وزي ما بنقول موسيماني حافظ سان داونز، لعيبه سان داونز وجهاز سان داونز مساعديه السابقين حافظين بيتسو موسيماني وفكره، حافظين. فمباراة عنق زجاجة، بنتمنى التوفيق فيها. الأهلي قافل على نفسه، يبقى أن حكم المباراة هو الحكم السنغالي ماجد نضاي. ماجد نضاي ربنا يوفقه ويقدم مباراة طيبة، ويقدم مباراة طيبة. طبعا مباراة العودة يبقى فيها سكازاوا يوم 22 إن شاء الله، وما فيش مباراة للنادي الأهلي غير بعد مباراة العودة، ويجي من 22 ديت يطلع على قطر يلعب نهضة بركان في السوبر الافريقي، وبعدين بعد كده بقى يرجع للدور، يرجع للدور. فبالتوفيق للنادي الاهلي، بالتوفيق لمستر بيتسو موسيماني. مش عايزين تأليف، عاوزين شكل يتمرن عليه الفريق من دلوقتي، محافظين التشكيل. والله العظيم عملها كده يوم الجون بتاع 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 تريكا في 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 فرادس، اتعادلوا وجاب الفرقه تاني يوم قال لهم احنا هنكسب ودي التشكيله ودي التغييره وهنعمل كذا ونسوي كذا ومش عارف ايه جوزي، وربنا كرمنا في الاخر على رجل تريك والباص اللونج باص بتاع شادي محمد.